الفقراء والمساكين بمنزلة حد بيت الله الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده الذي اصطفاه لكافة الخلق أرسله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين على آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس توبوا إلى الله تعالى قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة. من تركها في حياته أو بعد وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جهودا بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا صوم له، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. أخرج مسلم عن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول: لينتهين أقوام عن ربهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من ترك الجمعة ثلاثا كتب عند الله منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل، ومن ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبث الإسلام وراء ظهره. خير من امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها متاع قليل عما قليل يفنى، والآخرة خير وابقى. قال تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة، وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة، أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، شرف المؤمنين من جنسه وإنسه، وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه. قال تشريفا لنبيه وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وفي رواية: ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا، ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. عليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا، تجب ذلك عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. رضى اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين وعن الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليث بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية. اللهم انصرنا به وانصر من نصر الدين واخبر من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاك به راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين وارتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء ورب وغلا وقاعد وزنا وغلا طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة. اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفرنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف عنه. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. إن الله يأمر بالعدل عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر. وحبي من الإسلام فالإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
رسول الله حديث ابن عمر قدم الصوم قدم الحج على الصوم حديث عمر الأجر حينما نحن قدم الصوم على الحج من ذلك أن الصوم فرض على المقابلة فإذا هذه الشريعة تقدمنا نسويها فإذا فلا تمنى ذلك ذلك الشريعة تعب أن تعبد الله كأنك ترى Thank you.